تلك الأهداف بطموح نسعى لا نتعب نزداد جميل الأوصاف ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل في برنامجكم أصداف أو أهداف، وإن شاء الله راح يطلع عليكم يوميا من الواحد وحتى الثاني ظهرا، وحياكم الله. أصدقائنا الأطفال أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم أصداف وأهداف، طبعا حيث المرح والمتعة والفائدة والاستفادة والجوائز العديدة، فأهلا وسهلا بكم. مساء الخير أعزائي المشاهدين أصدقاء الأطفال، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الجديد من حلقات برنامجكم أصداف وأهداف، وأهلا بكم في هذه الرحلة الجديدة التي سنطوف بكم من خلالها مع مجموعة من الأمنيات والمحطات الجديدة والمتنوعة التي نتمنى أن تنال على رضاكم وإعجابكم، فأهلا وسهلا بكم. تحية معطرة بالورود والرياحين نهديها لكم أصدقائي الأطفال في هذا اليوم الجميل من أيام شهر رمضان المبارك، وأهلا بكم في هذه الأطلال المباشرة عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان على مدار ساعة من الزمن نقضيها برفقتكم مع المعلومة والفائدة، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم فرح، مساءكم عاطر، بذكر الله مشاهدين الكرام أحبائي الأطفال المبدعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أصداف وأهداف، أهلا وسهلا بكم أيضا في حلقة جديدة تجمعني بكم مع برنامج مع أيام الشهر الفضيل. آملين أن تقضوا معنا أمتع وأحلى وأطيب الأوقات وكل المتعة نرجوها لكم. عليك السلام يا شيخة، خذوا شوي من هنا. أهلا وسهلا فيك يا شيخة معانا. طبعا اليوم إن شاء الله راح يكون معانا كذا مجموعة مختلفة من الأمنيات لحلقتنا لليوم. أتمنى أن أمنياتنا أيضا تنال على إعجابكم. أمنياتنا الخمس اليوم كالآتي، نشوفها على الشاشة. يلا نشوف الأمنيات الحين على الشاشة وراح أذكرها لكم إن شاء الله. أمنياتنا اليوم راح تكون فيزيائي، أخصائي اجتماعي، ممثل تلفزيوني، معلم تاريخ، بالإضافة إلى مهندس بترول. هذه هي أمنياتنا لليوم، أتمنى أنها تكون إحدى أمنياتكم المستقبلية، وأتمنى أيضا أنكم تشاركونا خلال حلقتنا لليوم ساعة كاملة إن شاء الله أن تنال على إعجابكم. كل اللي راح نقدمه لكم إن شاء الله نرجو منه الفائدة والاستفادة وأيضا التمتع بما نقدمه لكم، وحياكم الله جميعا، ونرحب أيضا بجميع من انضم في هذه اللحظة لمتابعتنا. فاصل صغيرون ولنا عودة، ابقوا معنا. أصدافنا جديدة ومتعددة، أمجاد الحسنية، وأهدافنا مختلفة، ميثاء البلوشية، ومعا نحقق بها أمانينا، عبد الله المقيمي، فنسمو بها للقمة، سمر السليمانية. اختر أميتك لتكسب مع الأصداف والأهداف. عز الحافية. إذن شاركونا في أصداف وأهداف. للمشاركة في مسابقات البرنامج أرسل اسمك الثلاثي على عمانتل 91213، أريده 91816.
رجعنا لكم من جديد أصدقائنا الأطفال. أعزائي المشاهدين طبعا نبدأ فقراتنا لليوم، وأول فقرة هي فقرة السحب اليومي. طبعا نروح للسحب ونشوف أول فائز معانا لليوم. يلا نشوف من صاحب الحظ السعيد اليوم. نبارك للفائز الأول طبعا اللي راح يفوز معانا بخمسين ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، طبعا صاحب الرقم 94594909، ونقول له ألف ألف مبروك، 50 ريال مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. ونروح للفائز الثاني وأيضا 50 ريال من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والفائز هو صاحب الرقم 95887311، ونقول له ألف ألف مبروك. نروح للفائز الثالث اللي راح يفوز معانا أيضا بخمسين ريال ولكن مقدمة من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، ونقول ألف مبروك لصاحب الرقم 95978803، ألف مبروك. نبارك لجميع الفائزين ونروح لأول اتصال معانا اليوم ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، ناخذ مكالمة الحين، طبعا راح تكون أولى مكالماتنا لهذه الحلقة، نقول السلام عليكم. من؟ من معانا؟ شروق. شروق كيف حالك يا شروق؟ الحمد لله. من وين تكلمين يا شروق؟ من الباطن. أهلا وسهلا بجميع أهالينا في الباطنة. خلاص احنا وصلنا للعشر الأواخر يا شروق، الله إن شاء الله يبلغنا ليلة القدر وإياك وجميع من يتابعنا. قولي آمين شروق. قولي آمين يا شروق. آمين. آمين إن شاء الله، الله يبلغنا ليلة القدر ويعني يرزقنا العتق من النار يا رب العالمين. شروق جاهزة نشوف الأمنيات؟ يلا نروح نشوف الأمنيات شوية، ركزي معانا يا شروق، صحصحي شوية معانا، نشوف أمنياتنا لحلقة اليوم. يلا، عندك فيزيائي، عندك أخصائي اجتماعي، عندك ممثل تلفزيوني، معلم تاريخ بالإضافة إلى مهندس بترول، إيش حابة إنك تختاري؟ مهندس بترول. مهندس بترول، ما شاء الله، حابة إنك تكوني مهندسة في المستقبل؟ أيوه. إن شاء الله، الله يحقق لك كل الأماني، كنت بأي صف؟ الثامن. كيف تروح الثامن؟ التاسع. التاسع ما شاء الله، الله يوفقك ان شاء الله. نشوف شيخه ايش راح تختار لك من وسائل. اختار لك وسيله كره القدم، الوسيله اللي انا احبها، واسئلتك عند عبد الله، صح عبد الله؟ صح. يلا ناخذ الاسئله عبد الله. السلام عليكم يا شروق. وعليكم السلام. شروق كيف حالك؟ الحمد لله. شروق مستعده للمسابقه وللسؤال الاول؟ نعم. يلا نروح للسؤال الأول. أيوه. يلا نروح للسؤال الأول مع اللاعب ورح يظهر أمامك على الشاشة. سؤالك الأول يقول: صح أم خطأ يقع حقل فهود في محافظة الظاهرة؟ صح أم خطأ؟ خطأ. خطأ؟ أيوه. ركزي شوية يا شروق، غير الإجابة. صح. في أي ولاية هي تقع؟ أين يقع حق الفهود؟ في أي ولاية؟ يلا يا فهود، المهم سؤالك يقول صح أم خطأ؟ صح ولا خطأ؟ أسرع. صح؟ صح. ونشوف إجابتك، وإجابتك صحيحة، في رصيدك الحالي 20 ريال. طبعا يقع حق الفهود في محافظة الظاهرة، بالتحديد في ولاية عبري. تمام يا شروق؟ أيوة تمام يا شروق؟ نعم. أرجو أنك استفدتي من هذه المعلومة وتكون معلومة جديدة عليك يا شروق. تمام؟ تمام. يلا ننتقل للسؤال الثاني؟ نعم. يلا ننتقل معك للسؤال الثاني وقيمته 20 ريال، وسؤالك الثاني يقول: حقل نفطي هل هو قرن علم أم بيت المقحم أم عرجة؟ قرن علم. قرن علم؟ أيوة. متأكدة يا شروق؟ أيوة. أثبتي الإجابة؟ أيوة. نشوف مع اللاعب ومع الشيخة. وإجابتك صحيحة، في رصيدك الحالي 40 ريال. طبعا حقل نفطي هو قرن علم،
وبيت المقحم هو بيت أثري في ولاية بوشهر، وعرجة هي من مناطق التعدين في صحار. تمام يا شروق؟ نعم. يلا ننتقل معك للسؤال الثالث، ولا تنسحبي خلاص؟ تكملي ولا تنسحبي؟ لا بتواصلي للسؤال الثالث؟ أيوه. تمام، ننتقل معك للسؤال الثالث، واتمنى ان اجابتك تكون صحيحه وتجاوبي صح. سؤالك الثالث، نوع من الوقود يستخدم في المولدات الكهربائيه وسيارات نقل البضائع، هل هو وقود الديزل ام الغاز الطبيعي ام الفحم؟ يلا يا شروق. الديزل. نعم الديزل. الديزل؟ ايوه. يعني ما الغاز الطبيعي؟ لا. ولا الفحم؟ لا. خلاص اتبتع على الإجابة؟ ايوه. خلاص، بما انك مصرة على هذه الإجابة نشوف اللاعب. وإجابتك صحيحة، عقبال يسوي لنا سيارات بالغاز. الحين سيارة طبعا بالديزل، عقبال يكون سيارات بالغاز. تمام يا شروق؟ إجابتك صحيحة طبعا، فزتي معانا بستين ريال وجاوبتي على جميع الأسئلة الثلاثة بصورة صحيحة. نشكرك على اتصالك يا شروق، ومع السلامة. نشكر شروق على اتصالها، ونكمل مع بعض سلسلة مكالماتنا. سمر راح تاخذ مكالمة، صح يا سمر؟ أكيد. اليوم عجبني لبسك وايد يا سمر. شكرا. العفو. وانت بعد لبسك حلو. تسلمي لي يا سمر. ناخذ مكالمة؟ يلا ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. سعيد. عليكم السلام. من معانا؟ لا أنا بعد. من معانا؟ سعيد؟ سعيد؟ الحين قطعنا المكالمة لأنه كان في تردد يعني في الصوت شوي، فننتظر ناخذ مكالمة ثانية. ناخذ مكالمة ثانية؟ يلا ناخذ مكالمة ثانية ونقول السلام عليكم. محمد الدوري. فلك؟ ايوه نعم. وينك يا فلك؟ الو. بخير الحمد لله. فلك؟ نعم. كم عمرك؟ 15 سنة. 15 سنة، ان شاء الله العمر كله. فلك اريدك تركز شوية معانا، زين؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام. فلك؟ نعم. فلك ركزي معانا، زين؟ زين. نروح نشوف الامنيات؟ زين نعم. قبل ما نشوف الأمنيات، أنت جاهزة للعيد؟ يلا نشوف. إنزين فلك، قبل ما نروح للأمنيات، أنت جاهزة للعيد؟ أيوة جاهزة. خلاص مجهزة كل شيء، الملابس وكل شيء؟ أيوة جاهزة. إنزين نروح نشوف الأمنيات؟ أيوة. يلا بس نطلب منك إنك تركزي معانا وتخفضي على صوت التلفزيون وتسمعينا من سماعة التليفون، إنزين؟ عشان ما نقطع المكالمة، إنزين؟ فلك؟ إن شاء الله. إن شاء الله، يلا نروح نشوف الأمنيات؟ إن شاء الله. يلا نروح. الأمنيات ظاهرة أمامك على الشاشة، عندك فيزيائي، أخصائي. يلا. عندك فيزيائي، أخصائي اجتماعي، ممثل تلفزيوني، معلم تاريخ، بالإضافة إلى مهندس بترول، أي أمنية تحبي تختاري من هذول الأمنيات؟ أخصائي اجتماعي. أخصائي اجتماعي؟ نعم. أنت تحبي هذه الأمنية عشان كذا اخترتيها؟ أيوة. إنزين الحين نروح نشوف شيخة، وأي وسيلة راح تختار لك؟ أيوة أحبها. واختارت لك شيخة وسيلة القطار، وأسئلتك بتكون مع زميلتي ميثاء. فلك، السلام عليكم يا فلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلك، قبل ما نروح للمسابقة أطلب منك طلب. نعم. تخفضي على صوت التلفزيون تماما وتسمعينا من سماعة الهاتف. إن شاء الله. طبعا هالكلام موجه لك ولكل من يتصل فينا، تمام؟ عشان نسمعكم بوضوح ونقدر نتواصل معكم بوضوح، تمام؟ تمام. يلا نروح للمسابقة، وشيخة تنتظرك على القطار، ونشوف السؤال الأول والمحطة الأولى. وسؤالك يقول: صح أم خطأ؟ تتكون الأسرة من الأب والأم والأبناء. يلا يا صح. فلك 30 ثانية. صح متأكدة؟ صح. أيوة متأكدة.
ايوه. نسال شيخه اذا اجابتك صحيحه ولا خاطئه. ايوه متاكده. يلا يا شيخه نشوف الاجابه. واجابتك صحيحه يا سند، مثل ما انت شايفه في رصيدك الحين 20 ريال، وشيخه تمر من المحطه الاولى للمحطه الثانيه. طبعا وصلت شيخه للمحطه الثانيه ونشوف السؤال الثاني. مستعده؟ ايوه. سمعينا كذا مستعده بصوت عالي؟ مستعده. وسؤالك الثاني يقول: ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية من حقوق الطفل الصحية هي ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، لكل طفل بطاقة صحية في المستشفى، للطفل الحق في تلقي التعليم. عندك 30 ثانية يا فلك. أعطينا الإجابة. أساعدك؟ ساعديني. إذا راح أحذف لك ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية. للطفل الحق في تلقي التعليم، الإجابة الثالثة. فلك ركزي. الإجابة الثانية لكل أنت طفل عندك بطاقة صحية؟ أنت عندك بطاقة صحية؟ هاي فلك. أيوة. وإجابتك أيوة. صحيحة طبعا، لكل طفل بطاقة صحية في المستشفى، هذه هي من حقوق الطفل. طبعا فزتي معانا بجائزة عينية مثل ما أنت شايفة. الجائزة العينية مقدمة من مركز العيسري، هدايا علمية بقيمة 40 ريال زائد مشروع همتي، تقدم لك حقيبة تعليمية كذا، مجموعة حلوة من الجوائز في الحقيبة. تمام يا فلك؟ تمام. شيخة مستعجلة وصلت للمحطة الثالثة، تكملي ولا تنسحبي؟ هاي يا فلك؟ نعم. تكملي ولا تنسحبي؟ أكمل. تكملي ونشوف سؤالك الثالث والمحطة الثالثة. يلا يا شيخة. سؤالك يقول: أول علاقة للطفل في حياته تكون مع أمه أم أقاربه أم جيرانه؟ أمه. أمه متأكدة؟ أيوة. ما جيرانه؟ لا. خلاص نأكد على الإجابة؟ أيوة. إذا قولي متأكدة بصوت عالي عشان نشوف الإجابة. متأكدة. ويلا نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة طبعا، كانت قيمة هذا السؤال 40 ريال، ومثل ما أنت شايفة رصيدك الحالي 60 ريال زائد الجائزة العينية. شكرا لاتصالك يا فلك. مع السلامة. طبعا في السؤال الثاني أنا ذكرت أنه من حقوق الطفل الصحية طبعا يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في المؤسسات الصحية في السلطنة. نتمنى أنكم استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها من خلال الأسئلة، ونروح لعزة عشان ناخذ مكالمة ثانية. والحين أحبائي الأطفال ناخذ مكالمة ونقول يا هلا ومرحبا. مكالمة بقدمك بخط. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا الساع، من معانا؟ أحمد الرزيقي. أحمد الرزيقي، ونعم يا أحمد، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. إيش أخبارك؟ الحمد لله. إيش مسوي؟ ما في. أكيد ما مسوي شيء، كلكم مسوي شيء. إنزين يا أحمد، جهزت للعيد؟ نعم. خلاص؟ خلاص. أكيد كل شيء مية مية؟ مية مية ولا ميتين ميتين؟ ميتين ميتين. ميتين ميتين ولا خمسمية خمسمية؟ خلاص أعطي السؤال، خلنا نروح نشوف الأمنيات. خلاص نعطيك ألف ألف يا ونروح للأمنيات. ويلا قول نروح بصوت عالي. أخصائي اجتماعي. أخصائي اجتماعي. أفا أفا، خلينا نروح نشوف الأمنيات وبعدين قرر. وعندك الأمنيات ظاهرة عندك على الشاشة، اختار. يلا اختار يا أحمد. أخصائي اجتماعي. أخصائي اجتماعي يعني أفا، تواني ممثل تلفزيوني ومن الساعة قاعدة أدردش معاك. إيش دراهو؟ بعدين أخصائي اجتماعي. يلا ما مشكلة، إن شاء الله في المرات القادمة. والحين نروح نشوف شيخة والوسيلة اللي راح تختار لك إياها. واختارت لك شيخة وسيلة الحصان، واسئلتك راح تكون مع زميلتي ميثاء. أحمد. ها؟ كيف حالك يا أحمد؟ بخير الحمد لله. حلو أنك ثبت من البداية على الأخصائي الاجتماعي. وما قدرت عزة تغير في رأيك. تحريني يعني تحريني. أحمد، أتمنى أن كل المتصلين يكونوا مثلك. نروح للسؤال؟
نعم. يلا نروح للسؤال الأول نشوف على الشاشة. يلا يا حصان. ويتحرك الحصان للحاجز الأول ونشوف السؤال. سؤالك يقول: صح أم خطأ؟ يمنع تداول أو بيع أدوات ولعب الأطفال التي تحتوي على مواد ضارة بالطفل. عندك 30 ثانية، فكر يا أحمد. صح. متأكد؟ نعم. إنزين، إذا دامك قلت صح، ليش؟ هاي أحمد، ليش يمنع؟ مضرة. مضرة، صحيح؟ نعم. مضرة بصحتنا، ممكن تسبب لنا الأذى وتسبب للآخرين أيضا الأذى، صح؟ نعم. وإجابتك صحيحة يا أحمد، وصار في رصيدك 30 ريال. مستعد إن نروح للحاجز الثاني؟ نعم. يلا نروح. يلا يا حصان. وهذا الحصان يتحرك ورايح للحاجز الثاني. ووصل الحصان، ونشوف سؤالك على الشاشة. سؤالك يقول: توجد مكتبة الأطفال العامة في محافظة الظاهرة، محافظة الظفار، أم محافظة مسقط؟ محافظة مسقط. ما محافظة الظفار؟ لا، ما محافظة الظفار. متأكد؟ نعم. إذا وين موقعها بالتحديد؟ هاي يا أحمد؟ ما أعرف. إنزين، ما موجودة جنب الحديقة؟ أخبرك أي حديقة بالتحديد؟ عارف حديقة القرم يا أحمد؟ حلوة حديقة القرم. جنبها صح؟ أيوة. إنزين، أبارك لك، صار في رصيدك 60 ريال، تمام يا أحمد؟ نعم. نروح للسؤال الثالث والحاجز الثالث؟ نعم. يلا نروح للحاجز الثالث، يلا يا حصان. وهذا الحصان يتحرك ووصل للحاجز الثالث، ونشوف سؤالك الثالث. سؤالك يقول: تحتفل السلطنة بيوم الطفل العالمي في 20 مارس من كل عام، 20 نوفمبر من كل عام، 20 مايو من كل عام. طبعا في هذا اليوم كذا تكون في فعاليات في المراكز التجارية وأيضا في الحدائق العامة. 20 مارس. ها يا أحمد؟ 20 مارس. ركز يا أحمد، أنا راح أحذف لك 20 مارس. 20 نوفمبر من كل عام أم 20 مايو من كل عام؟ 20 نوفمبر. متأكد؟ نعم. يلا نشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة، وجائزة عينية في رصيدك الآن 60 ريال زائد الجائزة العينية المقدمة من مجلة مرشد، اشتراك لمدة سنة من المجلة وهدية عينية. شكرا لاتصالك يا أحمد. وأيضا نذكر أصدقائنا الأطفال، طبعا تحتفل السلطنة بيوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر من كل عام. طبعا الكثير من المراكز التجارية في السلطنة وأيضا الحدائق العامة تحتفل بهذا اليوم طبعا، وتقدم للأطفال العديد من الجوائز والعديد من الفعاليات اللي ممكن أن الأطفال من خلالها يستانسوا ويستفيدوا أيضا. ميثا، قبل ساعة أنا قلت لك أنت الحين قاعدة تحريني. أيوة. الحين أنا قاعدة أحرك، لأنك أنت خلصت صدفتك والحين بس تقولي فواصل. ما عندي مشكلة، ما أهم شيء قدمت المعلومات اللي الموجودة عندي كلها. أنا أعتقد أن لنهاية البرنامج عزة أنت بتقولي بس يعني شو اسمه، مرة واحدة راح يختاروكي. ما يا رب تكون مرتين يختارون. أنا من أمس انتظر يختاروا فيزيائي وما حد اختاره، لكن الله كريم. شوف يا جماعة، بنشوف لنهاية البرنامج من راح يفوز في شو اسمه، أمجاد ولا عزة. والحين خلونا نروح للاتصال مع عبد الله. نروح للاتصال، أهم شيء نجاسة هني، لا شغل ولا عمل. يلا عبد الله. اتصال جديد معنا لحلقتنا لليوم، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. من معانا؟ السلام عليكم. وين الاتصال؟ وين راح المتصل؟ سعيد. 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 وعليكم السلام. كيف حالك يا سعيد؟ بخير الحمد لله. سعيد، انت مستعد للعيد؟ ايوه مستعد. خلاص جاهز كامل؟ ايوه كامل. يعني خلاص متجهز للعيد 100 100 صح؟ ايوه. يلا ننتقل معاك للامنيات يا سعيد. أيوة. سعيد، أنت من وين تكلمنا قبل ما ننتقل للأمنيات؟ من ولاية قريات. من قريات، يا حي الله بكل أهالينا في قريات. سعيد، شكلك مريض صح؟ أيوة.
أشوف صوتك يعني تعبان، زي ما نطول عليك بما أنك مريض نروح للأمنيات. معك أربع أمنيات متبقية لك: فيزيائي، راح أخصائي اجتماعي، ممثل تلفزيوني، معلم تاريخ، بالإضافة إلى مهندس بترول. أي من هذه الأمنيات راح تختار؟ مهندس بترول. مهندس بترول؟ أيوة. ليش اخترت هذه الأمنية يا سعيد؟ تحب تكون مهندس بترول؟ ها يا سعيد؟ أيوة. إن شاء الله نشوفك مهندس بترول. ويلا الحين انتقل لشيخة ومعها الوسائل الأربعة، نشوف أي وسيلة راح تختار لك. واختارت لك وسيلة النخلة، ونقول لك ألف مبروك، فزت بجائزة عينية مقدمة من منتزه مرحلاند، عبارة عن بطاقتين ألعاب بقيمة 50 ريال. ألف مبروك يا سعيد. يلا ننتقل معك للسؤال الأول. ننتقل للسؤال الأول. يلا ننتقل للسؤال الأول مع عمور الشطور، ونشوف صح أم خطأ: الوقود هو مادة تعمل على إمدادنا بالطاقة الحرارية النافعة. صح أم خطأ؟ يلا يا سعيد. صح. صح؟ متأكد يا سعيد؟ أيوة. تثبت على الإجابة؟ أيوة ثبت. بما أنك مصر على هذه الإجابة، نشوف عمور الشطور. وصعد عمور الشطور في النخلة، وفي رصيدك الحالي 20 ريال. يلا نكمل السؤال الثاني. نكمل. يلا نكمل السؤال الثاني مع عمور الشطور، ونشوف سؤالك: يستخرج الفازلين من بطن الحوت أم النفط أم البحر؟ يلا يا سعيد، عندك 30 ثانية، أقل من 30 ثانية. راحن 15 ثانية. يلا يعني معاك نص الوقت، أسرع بسرعة بسرعة، أعطينا الإجابة. النفط. متأكد؟ وإجابتك صحيحة، وصعد عمور شطور إلى وسط النخلة، وفي رصيدك الحالي 40 ريال. معانا سعيد؟ أيوة. يلا نتكمل السؤال الثالث. نكمل. يلا نكمل السؤال الثالث، وطبعا قيمته 20 ريال، فبالتالي بيكون فزت معانا ب60 ريال إذا جاوبت صح. وسؤالك الثالث يقول: وحدة قياس النفط هل هي الكيلووات أم الباروغراف أم البرميل؟ البرميل. البرميل؟ أيوه. متأكد يا سعيد؟ أيوه متأكد. يعني ما الكيلووات؟ لا. ولا الباروغراف؟ لا. نشوف الإجابة. وبالفعل إجابتك صحيحة، فزت معانا ب60 ريال وجائزة عينية، ولكن لازم تجيب لنا رطب عشان نعطيك الجواز. تمام؟ تمام. سعيد، أنت وش عندكم من أنواع الرطب؟ وش من أنواع الرطب عندكم؟ أعطيني مسميات. كل الأنواع. كل الأنواع؟ مثل إيش؟ خنيزي. زين، وش بعد؟ عندكم خلاص. خمري صح، فقريات؟ أيوة عندنا. هذا مشهور عندكم فقريات صح؟ أيوة. يلا نشكرك على الاتصال يا سعيد، ومع السلامة. مع السلامة يا سعيد. هاي عزة. السلام. عزة. كيف؟ إيش رأيك؟ الحين أنا أقول مع السلامة حال ميثام، ومع السلامة حال عبد الله. الحين بس قاعد أسوي فواصل. أنا سمر وأمجاد، بعدنا ما خلصنا. بعدنا ما خلصنا. الحمد لله رب العالمين. حتى ما حد اختارنا أساساً. أحسن. خروج المغلوب من كم مرة؟ مرة واحدة. أيوة. خروج المغلوب من مرة واحدة. المغلوب. المغلوب من ذخ. أنا أخذ مكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليك السلام، من معانا؟ شهد. شهد، هلا مرحبا فيك يا شهد، حتى ما شاء مكان أكتب الاسم. كيف حالك يا شهد؟ بخير. من وين تكلمين يا شهد؟ من ولاية سمائل. من سمائل، هلا مرحبا بكل أهالينا في سمائل. وفيها الفرض مايل صح؟ ايوه. صح ولا ما صح؟ صح. صح. انزين نروح الحين للامنيات معاك يا شهد، وخلاص موسم الرطب اكيد. عندك فيزيائي، وعندك ايش بعد؟ ممثل تلفزيوني، ومعلم تاريخ. انا ما اسوي اعلانات على امنيتي، بس انت شوفي يعني ايش الامنيه اللي تحبيها. ممثل تلفزيوني. ممثل تلفزيوني. واخيرا. يا فرحه. واخيرا. عادي عادي، اساسا عادي، اهم شيء انه يعني هي شاركتنا وسمعت صوتها الحلو، والله كريم، ويا فرحه ما تمت مثل ما قلت. يلا نختار الحين الوسيله.
عاد بالمره خلاص مجهزه سؤالي. اختاري فيك وسيله القطار. يلا روحي، ما اقطع عليك فرحتك. يا هلا فيك يا شهد، كيف حالك؟ بخير. ايش اخبارك؟ بخير الحمد لله. تعرفي انا من وين؟ ايه؟ تعرفي انا من وين؟ ايوه من فنجي. من فنجي، كلهم ما شاء الله يعرفون في الداخليه. زين يا شهد، تحبي برنامجنا ما تحبي صح؟ احبه. لا ما تحبي صح؟ تحبي وايد. زين تحبي وايد، واحنا نحبك وايد بعد، وبرنامجنا وشيخك كلهم يحبوكي. زين ايش اشتريتي في العيد؟ ملابس. او ايش اشتريتي للعيد؟ عفوا لخبطت. ايه ايش اشتريتي للعيد؟ ما اشتريتي شيء يعني؟ ملابس وأحذية. ملابس وأحذية، وايش بعد؟ اكسسوارات. اكسسوارات، زين احسن انصح كل اخوان الاطفال انهم يشتروا قبل الزحمه الحين، يعني في رمضان يشترون الحين. مستعده يا شهد؟ نعم. قولي جاهزه بصوت عالي. جاهزه. جاهزه، ونروح نشوف السؤال. يلا يا شيخه، عاد نبغاك توصلي لنا سمائل يا شيخه مع شهد. يقول لك السؤال، صح ام خطا؟ من انواع المسلسلات تاريخية واجتماعية وكوميدية، يعني احنا لما نتابع المسلسلات في التلفزيون في تاريخية واجتماعية وكوميدية، صح ولا خطأ؟ صح. أكيد؟ نعم. ما خطأ؟ صح. ترى أزعل، صح ولا خطأ؟ صح. صح، ونشوف الإجابة. وإجابتك صحيحة، وبالفعل تحرك القطار للمحطة الثانية وصار في رصيدك الحين 20 ريال. روح للمحطة الثانية. يلا قولي، يلا اظهر يا سؤال. يلا اظهر يا سؤال. وهو الحين ظهر لك، شبيك لبيك. ويلا الحين يا قسوم عطينا السؤال. والسؤال يقول لك، تقمص الشخصيات الدرامية ومحاولة محاكاتها يسمى التمثيل، التصوير، الغناء. تمثيل. متأكدة؟ ما التصوير؟ لا. أكيد؟ لا متأكدة. زين ونشوف شيخ واللي يسوق القطار والقطار وكلهم. وإجابتك صحيحة، وبالفعل هي التمثيل، وربحتي معانا بجائزة عينية مقدمة من مجلة مرشد، عبارة اشتراك سنة كاملة زائد جائزة عينية. تكملي معانا ولا تنسحبي؟ أكمل. ما أسمع. أكمل. سمعي شيء مقد؟ ما سمعت. أنا ما أسمع شيء. كأني سمعت إنها تكمل. كأني. قولي أكمل بصوت أكمل. عالي وأعطيك السؤال. أعلى شوية. أكمل. تكملي خلاص. آسفين. ويلا يا قسوم عطينا السؤال. والسؤال يقول لك، درايش مسلسل تلفزيوني، فيلم سينمائي، برنامج إذاعي. يلا يلا يلا، خليك نشيطة. مسلسل تلفزيوني. أكيد؟ لا متأكدة. يعني ما كان فيلم؟ لا. تابعتيه؟ لا. إيش دراك عيب إنه مسلسل تلفزيوني؟ قريت عنه. انزين قريتي عنه، شاطرة حيل انتي، مثقفة ما شاء الله عليك. ونروح نشوف القطار. وإجابتك صحيحة، وبالفعل هو مسلسل تلفزيوني، وشاركت بعد فيه زميلتي ميساء، مثلت فيه. صح يا ميساء؟ صح يا عزة. والحين انت فزتي معانا ب 60 ريال زائد الجائزة العينية. عفوا قولي شكرا مرة ثانية. شكرا. شكرا. يلا كلنا نقولها عفوا مره ثانيه. عفوا. قلنا لك احنا عفوا. والحين اعزائي المشاهدين ما نطول عليكم، ونطلع فاصل بس صغيرون، بعدها نرجع ندردش معاكم. اصدافنا جديده ومتعدده، امجاد الحسنيه، وأهدافنا مختلفة، ميثاء البلوشية، ومعا نحقق بها أمانينا، عبد الله المقيمي، فنسمو بها للقمة، سمر السليمانية،
اختر أميتك لتكسب مع الأصداف والأهداف. عز الحافية. إذن شاركونا في أصداف وأهداف. للمشاركة في مسابقات البرنامج أرسل اسمك الثلاثي على عمانتل 91213 أريدو 91816. تعرفوا ليش احنا غير؟ لاننا نتميز بمجتمع متواصل. شباب ما حد يروح البيت اليوم، فطورهم علينا. عزموني لا؟ متواصل وبشكل حقيقي، كل شيء جديد نتحداه ونرجع فيه لعاداتنا في التواصل. عن حد يزعل راعي الكورة. سليم سوي لحية مزبوط. سليم انا يفطر داخل دكان، تعال افطر معنا. والكل زمان نكهته الخاصة. هي هي ايام المسنجر وتقرقيعة الكيبورد. نخترع استخدامات لكل شيء. خليني اكتب اسمي على الصفريه. ما ترجع ليش الصفريه ام يونس ومتروسه بعد. روح راعي المظله. المهم كل من يسكن عمان يحمل قيمها. لما في امتحان لازم تسوي دراسه مروان انت. واهم شيء التواصل الحقيقي. ومهما تطورنا لازم نرجع لقيمنا واصالتنا. يلا شباب تعالوا خلونا نروح نصلي. متواصلين على خير. والله انت كمان عليك سؤال. اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاطفال من بعد هالفاصل ونكمل باقي فقرات حلقتنا لليوم وناخذ مكالمة جديدة ونقول السلام عليكم. عليكم السلام. من معانا؟ رحيل. من؟ رحيل. رحيل؟ أيوة. رحيل اسمك حلو. شكرا. عفوا يا رحيل. رحيل جاهز نشوف الأمنيات؟ نعم. زين قبل ما نشوف الأمنيات أنت جاهز للعيد؟ أنت جاهز أيوة. للعيد عفوا؟ أيوة. يلا نروح الحين نروح نشوف الأمنيات. أيوة. يلا نروح نشوف الأمنيات على الشاشة. طبعا عندك فيزيائي ممثل تلفزيوني ومعلم تاريخ. أي أمنية تحبي تختاري من هذول الثلاث أمنيات؟ أنا أقول اختاري معلم تاريخ. فيزيائي. فيزيائي. أيوة. زين ما عليه. الحين نروح نشوف شيخة وأي وسيلة بتختار لك. يلا نروح نشوف شيخة. أيوة. يلا يا شيخة أي وسيلة؟ واختارت لك شيخة وسيلة النخلة. وبما أن اختارت لك وسيلة النخلة نقول لك ألف مبروك عليك الجائزة العينية المقدمة من مركز العيسري هدايا علمية بقيمة 40 ريال. والحين نروح نشوف أسئلتك عن زميلتي أمجاد. وأخيرا حد اختار فيزيائي. الحين فرحت أمجاد. الحمد لله الحمد لله. شفتوا خرجكم إن الله كريم في النهاية راح يختار. والصبر زين. رحيل كيف حالك؟ خير. رحيل جاهزة للسؤال؟ أيوة. عاد أباك تجاوبي بطريقة صحيحة يا رحيل. تمام؟ تمام. رحيل أنت من وين تكلمينا؟ من صلالة. من صلالة. أهلا ومرحبا بجميع أهالينا في الجنوب بدل الخريف صح؟ ايوه. عيل خلاص مخرجنا وعدنا ان بنروح صلاله ودام اكد الخبر ان بدا الخريف شكلنا بنروح خلاص صح؟ ما اعرف والله نتفاهم ان شاء الله بعد الحلقه. اكيد. يلا خلينا نشوف السؤال يا رحيل. سؤالك يقول صح ام خطا الفيزيائي هو الشخص المختص او المتخصص في الفيزياء او احد فروعها؟ صح. صح متاكده؟ ايوه. شوف الإجابة. وندي صح إجابتك صحيحة بعشرين ريال حتى الآن في رصيدك. نشوف السؤال الثاني رحيل. أيوة. بتجاوبي صح؟ أيوة. إن شاء الله يا رحيل. نشوف نشوف السؤال. يلا يا قسوم. السؤال يقول الفيزياء الذي يصل إلى مرحلة متقدمة في فهم الفيزياء يسمى عالم فيزياء كيميائي عالم كيمياء.
عالم فيزياء. عالم فيزياء، ما اقدر اقول لك غلط لان الباقيات اكيد راح نستبعد. هنا نشوف الاجابه. واجابتك صحيحه و40 ريال حتى الان في رصيدك. وصلنا للسؤال الاخير، نشوف سؤال ولا تنسحبي؟ اكمل السؤال. نكمل السؤال، نشوف سؤالك الثاني. العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالمادة وحركتها يسمى علم الهندسة، علم الفيزياء، علم المناخ. علم الفيزياء. علم الفيزياء، ما علم الهندسة؟ لا. الهندسة بعد تدرس أشياء يعني شوية معقدة وكذا. لا. لا، متأكدة واثقة من إجابتك؟ أيوة. نشوف الإجابة. وانت صح وشاطرة، حلو، الثقة بالنفس اكيد يا رحيل. 60 ريال في رصيدك، شكرا لمكالمتك وتواصلك معنا. رحيل تجو مسقط؟ ايوه. تجو دائما ولا يعني بين فترة وفترة؟ احيانا. احيانا، حلو. راح نعطيك بطاقة من مرح لاند بقيمة 50 ريال لانك شاطرة، زين يا رحيل؟ عادي اذا جيت وصوبنا ان شاء الله تعالي كذا صوب مرح لاند وتمشي في القرم، تمام؟ تمام. شكرا لك يا رحيل، وشكرا لاهالينا في الجنوب اللي يتواصلوا معانا، اكيد هذا الشيء يفرحنا انه يعني من مختلف مناطق السلطنه، ومن مناطق فعلا بعيده عندنا يعني عنا، فتشوف من الشمال للجنوب، من عمان من اقصاها الى اقصاها يتواصلوا معانا، اكيد هذا الشيء يفرحنا ويسعدنا فعلا، وفقط يعني يشعرنا انهم اكيد يعني برنامج يقدم لهم كذا نوع من المعلومه ونوع من الفائده واكيد المتعه. ميثاء مكالمة عندك؟ أكيد يا أمجاد، ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. رؤية. وعليكم السلام. رؤية كيف حالك؟ خير الحمد لله. رؤية من وين تكلمينا؟ من وادي كبير. من وين؟ مسقط. مسقط، من وين بالتحديد في مسقط؟ الوادي كبير. الوادي الكبير. رؤية، ها؟ جاهزة للعيد؟ إيه. تماما، خلاص يعني خضيتي ملابسك، خضيتي كل شيء؟ ايوه. يلا نروح للامنيات. يلا. تبقى لك كم امنيه نشوف؟ فيزيائي وممثل تلفزيوني ومعلم تاريخ، نشوف الفرحه هالمره لمن؟ لمن تهدي الفرحه يا رؤيه؟ امي. اي امنيه؟ اكيد طبعا، انت دائما تهدي الفرحه، دائما نهدي الفرحه لوالدينا ولكل اخواننا. ممثل. بس الفرحه المقصود فيها انا اللي يعني اقصدها الامنيه، اي امنيه راح تختار ونشوف من اصدقائنا اللي في الاستوديو راح يفرحوا. هاي أي امنيه؟ ممثل تلفزيوني. واخيرا ممثل تلفزيوني. الفرحه هاي الفرحه. اهديتيها لعزه. رؤيه، ها؟ شوف ابتسامة عزة، عزة مبتسمة وفرحانة لأنك اخترتي ممثل تلفزيوني. يلا نروح لشيخة ونشوف أي وسيلة راح تختار. يلا يا شيخة، أي وسيلة؟ واختارت لك وسيلة كرة القدم، وأسئلتك راح تكون مع عزة. اختارت لك شيخة وسيلة اللي تحبها أنجاز. أكيد. كيف حالك يا رؤية؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ خيرة. مستعدة؟ ايه. قوة؟ ايه. وبنشاط وبحماس؟ ايه. رؤية؟ ها؟ هيش جمع رؤية؟ ما اعرف. ما تعرفيه؟ لا. انزين الحين رؤى، ما مشكلة احنا راح نبحث لك شوية وش جمع رؤية. انتقلتيها. وش؟ انتقلتيها. ايش جمع رؤية؟ رؤية، صح. ايش جمع رؤية؟ رؤية. رؤية واحدة، ايش جمعها؟ رواية. رؤية. قلتيها رؤى. رؤى. قلتيها. انت ناديتيها رؤى الحين، ما جمعها رؤى. شفتي كيف؟ اطلع اطلع بالغلط عادي. ما مشكلة. الحين يا رؤية، صح؟ والله غلطوني بين رؤية ورؤى. رؤية اسمها رؤية. يا رؤية، الحين اختارت لك شيخة وسيلة كرة القدم، وش حابة تسمي اللاعب؟ وش تسمي اللاعب؟ مهند. مهند؟ ايه. عندكم هناك حد من العائلة اسمه مهند؟ ايوه. من؟ ولد خالتي. ولد خالتك،
حلو اسم مهند. والحين الحارس، الحارس معروف اكيد عيل الحبسي. صح ولا غلط؟ ولا تريد تسمي شيء ثاني؟ لا خلاص سمينا عيل الحبسي. تبى تسميه محمود هي. عيل الحبسي. انزين الحين نشوف اللاعب ونشوف مهند، يا رب ان شاء الله مهند يغلب عيل الحبسي. ونشوف السؤال، نشوف قسوم، وقسوم عطانا السؤال ويقول لك صح او خطا، الممثل الكوميدي هو الممثل الذي يقوم باضحاك الجمهور. صح. صح ولا خطا؟ صح. بعد عاد ما نبي نظلم عيل الحبسي، شوي نبي نفوزه. صح. صح ولا خطا؟ صح. زين الحين نشوف الاجابه وكلهم راح يحيونك. وإجابتك صحيحة وإحنا نحييك وشيخة تحييك ومهند يحييك وقسوم والمخرج وعمور كلهم حيونك. زين؟ زين. رؤية وينك؟ هني. رؤية تراني ما بقول أسئلة، خلي حماس شوية إن شاء الله. يلا قولي كذا نروح للسؤال بسرعة. يلا قولي نروح للسؤال. نروح للسؤال. واحنا رحنا وسؤالك يقول نوع من النصوص الأدبية يتم تمثيلها في التلفزيون أو الإذاعة أو السينما تسمى الدراما أو الخبر الصحفي أو المقالة الأدبية. الدراما. ما الخبر الصحفي؟ لا. أكيد أكيد. فكري فكري عندك وقت بعد. يلا. لا الدراما. الدراما؟ إيه. لا تخسري ولا تخالتك. ونشوف شواخ وبالفعل يعني مهند ياب جول وعلي الحبسي ترى شوفك صرت ضعيف. يلا نبغى شويها ولا ايش رايكم؟ لا اكيد يعني هي شاطره ما شاء الله عليها وجاوبت صح عشان كذا. اكيد ما شاء الله صليت بها على النبي. والحين نروح للسؤال الثالث وطبعا لا ننسى نوجه التحيه للامين او الحارس علي الحبسي. ونروح للسؤال الثالث، من تتوقعي بيفوز؟ مهند. ما علي الحبسي؟ لا. انزين نشوف. سلسلة حلقات درامية متتابعة تبث على التلفاز، المسلسل التلفزيوني، البرنامج الإذاعي، الفيلم السينمائي. المسلسل التلفزيوني. يعني ما البرنامج الإذاعي، ترى عادي في فواصل بعدين يكمل. مسلسل لا. ايش؟ مسلسل تلفزيوني. ما الفيلم السينمائي؟ لا. انزين لا يخلص الوقت وانت ما مجاوبه ونشوف ولد خالتك مهند. واجابتك صحيحه ويبتي جول. يلا قولي جول صوت عالي. جول. جول. شاطره وانت بالفعل يبتي جول ومهند ولد خالتك فاز. وعلى الحبسي نبى تشجيع شويه ونبى ضربات صدهن يعني. يلا والحين نقول لك ألف مبروك، فزتي معانا بستين ريال. قولي شكرا. شكرا وايد. شكرا. قولي شكرا وايد للبرنامج. شكرا واجد للبرنامج أصداف وأهداف. خلاص يا عزة خلاص ما يسوى عليها. لا تقولي لا تقولي. نشكرها أكيد على مكالمتها وطبعا أكيد. يعني عزة كذا تطفي شوية من من المرح في برنامجنا. واكيد يعني الامين علي الحبسي يعني له دور كبير وله تحيه كبيره وله تقدير من كل الشعب العماني ومن كل اللي يتابعه، لانه اكيد يعني قدم العديد من الاشياء والعديد من الانتصارات والعديد من الانجازات للسلطنه بوجه خاص وللجميع يعني نقول الرياضيين بوجه عام. امجد هلا. بس ترى الاطفال الصغار ما يعني علي الحبسي ما يقدر لهم. كيف؟ يعني ما شاء الله عليهم يفردعون الملعب. ايش ايش يسوون في الملعب؟ يعني يفردعون الملعب. ايش يعني يفردعون هذا؟ يعني يفردعون؟ افا ما تعرفين يفردعون؟ اول مره اسمع. مال باطنه. زين ان شاء الله يعني انا بعد من الباطنه لكن اول مره اسمع. يعني معناته يكسرون الملعب. يكسرون الملعب. نعم. انا بعد الحبسي يجي يوم تتفاهم انت وياه. ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى يجي واكيد شرف فعلنا. نكمل مع بعض مكالماتنا؟ يلا معنا مكالمه، انا ما ادري ايش دخل في عيني الحين لكن خلينا ناخذ مكالمه. هبه. هبة. كيف حالك يا هبة؟ نعم. كيف صحتك يا هبة؟ خير.
هبة خفضة على التلفزيون ولا بس كلمات وسوي ميوت. هبة سوي ميوت. هبة انزين. هبة معكم. خلاص سويتي ميوت هبة؟ ايوه. انزين يا هبة خلينا نروح نشوف الامنيات معاكي يا هبة. تمام؟ يلا نشوف الامنيات معاك يا هبه. عندك فيزيائي وعندك معلم تاريخ، ايش تختاري من بين الامنيات المتبقيه لك؟ ها هبه؟ بسرعه عشان وقت البرنامج. هبه عندك فيزيائي وعندك ايضا معلم تاريخ. معلم تاريخ. معلم تاريخ. لو تشوف شكلها العين فرحانة واجد. أكيد اخترتي معلم تاريخ. يلا عندك يا سمر. بس قبل ما نروح للأسئلة نشوف شيخة وأي وسيلة بتختار. هبة؟ كيف حالك يا هبة؟ كيف حالك؟ بخير. هبة اختارت لك شيخة وسيلة الحصان، تحبي هذه الوسيلة؟ أيوة. زين هبة أريدك تركزي زين زين عشان جاوبي صح، زين؟ يلا نروح للحاجز الأول. هبة؟ يلا نروح للحاجز الأول ونشوف السؤال الأول، زين؟ هبة ركزي زين. زين. سؤالك الأول يقول صح أم خطأ؟ عدد الحروب العالمية 3 حروب، صح أم خطأ؟ خطأ؟ أيوة. يعني ما صح؟ خطأ. خطأ أكيد؟ لا. هبة صح ولا خطأ؟ هبة شوفي إجابتك كانت صحيحة وأنت في البداية قلتي خطأ، يعني عدد الحروب العالمية ما 3 حروب، عدد الحروب العالمية 2، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. زين؟ هم حربين. زين زين هبة؟ هبة وينك؟ زين. ركزي معانا زين؟ زين. اذا انتي ما تفاعلتي معانا انا ما اقدر اقول السؤال، بزعل. يلا هبه نروح نشوف سؤالك. هبه نروح نشوف سؤالك الثاني. سؤالك الثاني يقول يقع تمثال ابو الهول في مصر ام اليمن ام الهند؟ مصر. مصر؟ ايوه. يعني ما اليمن؟ ايوه. مال اليمن؟ خلاص مصر تبتيع لمصر؟ مصر مصر مصر. يلا نشوف الحصان. واجابتك صحيحه وفي رصيدك الحالي 60 ريال. هبة الحين نحن بننتقل للحاجز الثاني والسؤال الحاجز الثالث عفوا والسؤال الثالث، بس هذا ترى السؤال اهم سؤال. زين؟ لازم تلتزمي بالوقت، بيكون عندك 30 ثانية ولازم تجاوبي فيهم، زين؟ هبة؟ زين. يلا نروح للحاجز الثالث ونشوف سؤالك الثالث على الشاشة. هذا الحصان يتحرك. وصلنا للحاجز الثالث ونشوف سؤالك الثالث. سؤالك يقول وقعت غزوة الخندق في السنة 10 للهجرة أم 5 للهجرة أم 2 للهجرة؟ يلا يا هبة 30 ثانية. ساعديني. انزين انا بحذف لك العاشرة للهجرة. الخامسة للهجرة. الخامسة. أيوة. يلا نشوف. أيوة. الحصان. ايوه. واجابتك صحيحة وفزتي بجائزة عينية، طبعا الجائزة العينية مقدمة من هابي لاند بطاقة العاب بقيمة 50 ريال. الف مبروك يا هبة وشكرا لاتصالك ومع السلامة. إذن يعني هذه كانت مجمل مكالماتنا لليوم، طبعا كان معانا كذا مجموعة من الأمنيات المختلفة من ضمنها الفيزيائي، معلم التاريخ، الأخصائي الاجتماعي، الممثل التلفزيوني، مهندس البترول وغيرها من الأمنيات اللي احنا نطرحها في كل يوم، يعني في كل يوم أمنية مختلفة وفي كل يوم أسئلة تحمل بين طياتها كذا معلومات مفيدة لكم. فأتمنى أن الجميع من تابعنا في ساعة من الزمن أو في ساعتنا لليوم أن نستفاد من جميع ما قدمناه لكم. طبعا نحن ننتظر مشاركاتكم وكلماتكم اليومية وأكيد كذا سماع أصواتكم يعتبر جزء لا يتجزأ من برنامجنا. شكرا لكم وصلنا للختام، إلى اللقاء.
مقصدنا تلك الأهداف، بطموح نسعى لا نتعب نزداد جميل الأوصاف، ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف، ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف. نذكر أمنية المستقبل فنفوز بتلك الأهداف، نطرق باب الحظ ونكسب ونحقق ما نتمنى، ويطل السعد بهمتنا بالأصداف وبالأهداف.